وانتو تتصفحوا في اليوتيوب وشفتوا عن معلومات عن الدارك ويب، واجت هاي الاسئلة في راسكم: شو بيسوي هالدارك ويب؟ هل اقدر انا ادخله؟ وهل هو تطبيق او موقع تواصل اجتماعي زي فيسبوك، جوجل، يوتيوب؟ وحبيتوا تجاوبوا على اسئلتكم، دخلتوا في جوجل وكتبتم الدارك ويب. قبل ما تضغطوا بحث جاكم اشعار ان نزلت فيديو عن الدارك ويب، دخلتوا تشوفوا الفيديو. 27 هارت بيت. حبيتوا تعرفوا إذا هذا الإنترنت المظلم موقع للشراء أو ألعاب أو فيديوهات، ومين اللي صنعه؟ إشارة عدم دخول الصغار. في كل فيديو في اليوتيوب يحكوا عن دارك ويب، بيعملوا هذا الإيموجي ويقولوا عدم دخول لأصغر من سن 18 سنة أو 16 سنة. ما هو الدارك ويب؟ وماذا يوجد فيه؟ في جوجل انتو لو تدخلوا في جوجل تكتبوا مثلا فيديوهات تطلع فيديوهات، تكتبوا تحميل العاب او العاب تطلع العاب، تكتبوا مواقع للشراء من الانترنت بتطلع مواقع، كل اشي تدوروا عليه بتلقوه. الدارك ويب زي جوجل بالضبط، بس شو في مكان جوجل مكتوب الدارك ويب، ولو تكتبوا فيديوهات تجيكم فيديوهات مرعبة ما يطيقها لأقل من 18 سنة، ولو تدخلوا في مواقع للشراء من الانترنت بتلاقوا الشيء وبتشتروه. شو في رايكم يجيكم مسحور هالإشي؟ وأنا ما جربت أدخله، وإذا بدكم تعرف مين اللي عم يسمع فيه هذا إشي مو أكيد اللي رح أقولكم إياه، ممكن من عالم التاني بيصنعوا هذا الدارك ويب أو السحارة. أنا ما رح أتحمل أي مسؤولية، أنا أعطيتكم معلومات، بس اللي أقل من 18 سنة ما يشوف الفيديو رجاء، لأنه ممكن يحاول يدخل له، ولما يدخل له راح تصير له أشياء أبدا ما يكون متوقعها وممكن يموت. فلهيك أوعى واحد من اللي عم يشوف الفيديو بجرب يدخل له، أو ما بدي أتحمل هالمسؤولية لأنه هاي مسؤولية كثير كبيرة ومسؤولية حياة أو موت، ولا حد يتجرأ يدخل، لأنه لما يتجرأ بيلاقي إشي مو لازم يشوفه. أنا فيديوهات وما قدرت أشوف معلومات. بعرف أغلبكم عم يتساءل ليش يا إنصاف بما بدك تتحمل المسؤولية، لأنه في صور مرعبة كتير للأشخاص من عالم هدوك الناس، فلما يشوف صورهم يقدر يموت ويصير له إشي ما يتوقع. وأكيد بعرف أنه بعضكم اللي عم تشوف الفيديو اللي عم يشوفه اللي عم تشوف الفيديو أقل من 18 سنة، وعم تقول أنا رح أجرب أدخل، أصلا أنا شجاعة قوية ما أخاف وهيك وهيك وهيك. بعد ما تحاول تدخل ولا أي إشي فجأة وجهها رح ينقلب لوش شخص تاني، لشخص خواف وجاجي. بعد ما يشوف هالصور أو ألعاب أو أشياء مو كان لازم يشوفهم يحاول يهدي أعصابه وينسى اللي صار وينسى اللي شاف واللي فات واللي شافه في الدارك ويب، ويأثر على نفسيتها. وبس للأسف هذا الإشي رح يكون لعدة أيام حتى تصير ترجع لطبيعتها. وأكيد تخيل بس إذا البنت دخلت في الدارك ويب، ما كتبت صور ما كتبت أي إشي، دخلت في موقع للشراء، بس دخلت في موقع للشراء واشترت مثلا غرض ولا عشوائي ولا ممكن غرض عجبها اشتراته، بعد مدة يوصلها ممكن الإشي اللي اشتراته أو إشي عشوائي، أو ممكن ما طلبت هي إشي، دخلت بس في الدارك ويب شافت صور وطلعت ولا دخلت في موقع بس ما اشترت اي اشي، بس يوصلها هذا اللي يوصل يقول لها انه طلبتي وهي ما طلبت، يوصلها تماثيل او دمى او كتاب شو مكتوب فيه، ما بدي انطق شو مكتوب فيه، المهم تعرفوا شو مكتوب فيه.